بالنسبة للشعب الكردي، بما أني أتابع المعارضة الكردية وسيد محمود ياسين تحية له، يقول أن ما فعله دكتور يوسف الكلابي كان منصفاً للشعب الكردي. سموني وزرسيف هسه. والله خليني أسأل عن ردود فعل الشعب الكردي مع هذا. شوفي ست منى، أنا مع الشعوب. الشعب الكردي شعب طيب جداً، شعب محترم وعزيز علينا. وهم انا البارحه كنت اتكلم مع احد الاخوان مسوي تويت من امريكا وعراقي هناك، فجاوبته قلت له هم ملح خبز العراق. يعني احنا ماسخين بدون اخوتنا الكرد كشعب. لذلك دفاعي عن الشعب الكردي، كل الفقرات اللي ضمنت هي ان نضمن حقوق الشعب الكردي ان تصل الى ابناء الشعب الكردي. هل تعتقد بان لا وليس الشعب الكردي هناك خيارات النصب الكردي لا تصل الى طبعا هناك احزاب اشبه يعني تستخدم الطريقه الصداميه بالحكم، الاجبار على الانتخابات، الاجبار انه اذا راتبك يعني في الطرق يحكون اياها. يعني انا اتمنى افتح لك الرسائل اللي جتني من الشعب الكردستاني. مو بس الرسائل، هسه نائب السابق سيد غالب محمد يقول نشكر يوسف الكلابي واللجنه الماليه على تعديلاته. نعم منه.